مويه ولبن. طبعا اللبن مو دايم كيف اللي بيستخدمون ما يستخدمون عاد هذا اختياري. ايه. ملح ودقيق بر وسمن. سمن بلدي هذا طبعا. ايوه هذا ايه. جايبته معك صح؟ ايوه ايه. لازم يعرفون طبعا. هذا سمن بلدي جايبتها من منطقه عسير وتمر التزيين وملعقه ملح والعسل. طبعا عندنا العسل المراعي لونه ذهبي وقوامه جدا ثقيل. طيب فالان راح نبدا بالخطوه الاولى اللي هي اول شيء نضيف المويه تقريبا كوبين او ثلاثه. بين المويه راح نضيف عليها الدقيق. الدقيق نضيف كمان ونستمر نحرك عشان ما يتكتل. ايوه الملح و... كمان. اوكي تمام. فالان اضفنا الملح وهنا ما راح نحط اي نوع من الدهن. لا على طول على الطاوله لما يكون زي كذا. وكمان نضيف لبن. اللبن يعني يعطي نكهه حلوه. اه بس هذه الكميه بسيطه. ايوه بسيطه. طيب فالان اضفنا تقريبا حطيت يمكن ربع كوب صح؟ بالضبط. اوكي فربع كوب من اللبن، مويه، الدقيق اللي طبعا جبتيه من منطقه عسير. صحيح. ورشه ملح بس. أيوة. وهنا عندنا الطاوه او الصاجه حاميه. طيب فالان راح نضيفها وراح تكمل طبخ بالفرن ولا على الطاوة؟ لا على الطاوة. آه بس على الطاوة. لازم نغطيها. اوكي حلو تمام. كم تحتاج تقريبا؟ لما يتغير لونها من الحب ويطلع زي الفقاعات كذا. حلو. ويتغير اصلا لونها ما يصير عجينة كذا يصير اغمق. الافضل نقطعها صغير عشان تضبط معانا. والمفروض انها يعني باليد بس احنا قلنا ناخذ بالضبط طريق الأسهل. زمان يعني ايه. كانوا هي اصلا اسم العريكه من اللي العرك. العرك ايه. ايه. تمام ف نضيفها نحطها هنا. انا ملاحظ ان الطبختين حقت اليوم ما فيها لحم. ايوه ايه. انت ما تاكلي لحم؟ لا انا فيجن ما اكل لحم. اوكي فنباتيه عشان كذا اخترتي وصفتين ما فيها لحم. بالضبط. فهنا عندنا العجينه الثانيه طبعا لازم نسويها وهي حاره. بالضبط عشان تضبط معانا. اوكي تبين اقطعها؟ حلو الان بتضيفينها داخل. ايوه. طيب فراح نحطها داخل العجانه وبعد نختصر احنا العرق باليد. بس لازم نحط شويه سمن. ومعها سمن. كذا الامور تمام؟ ان شاء الله. تقريبا اخذت يمكن كم دقيقتين ثلاثه ما طولت. لما يصير شكلها زي كذا تقريبا. حلو خليهم يشوفونها لحظه لما يصير شكلها زي كذا. طبعا الصحن حار لان اضفناها وهي حاره وهذا شيء مره مهم. وايش بيصير اذا بردت يعني ما راح تنعجن زي كذا؟ ايوه لا لازم تكون حاره. تمام. طيب فجبنا هنا الصحن زي كذا تقريبا. حلو نفتحه من جوا. طبعا هي مهم انكم تاكلونها وهي مره حاره صح؟ صح. ايه. ايش هذا اللون اللي هنا في السمن؟ هذه الخلاصه. السمن يتسوى تعرف هذا دقيق بس محروق ينحط عليه حجر محروق. اه عرفت؟ هذه يسمونها اصلا زبده. الرغيف الظاهر صح؟ ايوه صح. ايه. في ناس يسمونها كذا وفي ناس يسمونها احسمها خلاصه. اللي هي لما ياخذون زي الحجر حصى معين صح. ويحمونه على المرو اسمه. المرو ايوه ويسخنونه على نار. بعدين يحطونه في الدقيق بعدين يحطونه في السمن. صح. هذه مره يعني تتسوى في الجنوب في العسل في عسير صح؟ تعطي نكهه لل ايوه كذا. طبعا السمن راح نضيفه كامل. ايه. فالان راح تسوين مكان للتمر صح؟ ايوه. هذه العريكه تنفع للدايت ها؟ لا ابدا تنفع للدايت بس ايه. تشبع طبعا يعني كل هال طبعا عندنا نوعين تمر ايه؟ الافضل انه عندنا لها. عندنا المجدول وعندنا الخلاص ايه؟ هي عاده طبعا تتقدم مع الخلاص صح؟ ايوه اي ويكون النوى فيه اي نوع تمر متوفر بس الافضل وقلت لك ترى تختلف الطريقه من ناس لناس من بيت لبيت زي ايه؟ كذا ونضيف العسل في النهايه. اه فاخر شيء اللي راح نضيفه هو العسل. ايوه طبعا زي ما قلنا العريكه ما شاء الله يعني شايفين كميه السمن اللي فيها والعسل وفي ما شاء الله انتم عاد منطقه الجنوب في انواع عسل مره مره كثير مره كبيره. فاللي مسوي دايت ويبغى ياكل شيء او وجبه خفيفه عندنا هنا العريكه